في البداية نحب نبارك لإخواننا في النادي الأفريقي المئوية. طبعا مثل ما ذكرت هنا تجمعنا علاقة طيبة وعلاقة تاريخية استمرت لعقد من الزمن، وها نحن اليوم موجودين أيضا لنجدد هذه العلاقة في 3 سنوات جديدة من دعم النادي الأفريقي. الدعم اللي احنا حددناه هو عبارة عن ثلاث أشياء، هو دعم الرعاية للنادي الأفريقي، وتشمل أيضا التفعيل الأنشطة وأثناء المباريات نكون متواجدين معاهم. الحاجة الثانية يمكن أفصحنا عن الأفريقي موبايل بحلته الجديدة للاستفادة من شبكة توزيع إريدو في تحقيق إيرادات أكبر ومساعدة النادي في تجاوز الظروف الصعبة اللي مر فيها. المرحلة الثالثة اللي هو الربط التكنولوجي عن طريق إعطاء الفرصة للربط بين النادي الأفريقي إدارة ولاعبيه ومشجعينه. كلنا ثقة إن شاء الله في النادي الأفريقي قادر على تجاوز كل الأزمات وتحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المستقبلية والصعود للمنصات، وكذلك نتمنى التوفيق لكل الأندية في على البلد هذا الطيب، وإن شاء الله نشوف 2021-2022 يكون موسم حافل بالمنافسة وعودة جميع الفرق إن شاء الله.